السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في قناه مطبخ سحر. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وديما كتشاهدوا لي فيديو ديالي. اليوم ان شاء الله غنقترح لكم حبوبات الجماهير اللي كيبغيها كل شيء، ريش بوند او الحلوه ديال كنا كنديروها زمان ديال الكوك، كتجي رائعه وسهله وبسيطه ومقادير متوفره في اي بيت غنلقاو فيها هذه المقادير، وكتجي بنينه وما يمكنش نستغناو عليها في اي عيد، يعني ضروري من الاعياد ديالنا كتكون كيعجبوا حتى تعجب الوليدات الصغار وكذلك الكبار. ان شاء الله هنا غنقول لكم الطريقه مع المقادير باش ان شاء الله ما يجيناش الفيديو طويل. يعني نحتاج 3 ديال البيضات، يمكن لكم اللي بغى كميه تعطيه اكثر، هذه الكميه راه كتعطي كميه لا باس بها، يمكن له يضبل المقادير. كتجي ساهله ودغيا كتوجد، ما تطيحش نهائيا معنا الوقت. ندير معاهم شويه ديال الملحه، كيسه الملحه، غنزيد دابا ان شاء الله هنا كاس ديال السكر السنيده، كاس العنبه، طبعا كما قلت لك بغيتو تضبلو المقادير ضبلوهم، ولكن هاد الكميه راه كتعطينا كميه لا باس بها ان شاء الله. غادي نخلط هاد المكونات، يذوب لنا داك السكر مع البيض، الفاني يمكن لكم تستغنوا عن الفاني وديروا قشور الحامض او قشور الليمون حتى هما كيجيو زوينين، ما نقدرش عندو الفاني او ما كيبغيش نستعمل النكهة ديال الفاني. ديال الزيت مزيان خلط ساهلة، كتجي رائعة وزيد كتجي هشيشة، ضروري كنلقاو هكا في الطبيلة ديال العيد ديالنا إن شاء الله، منستغنيوش عليها. كل واحد أي طريقة كيديرها، ولا الطريقة ديالها، أنا غندير الطريقة ديال زمان، طريقة القديمة. غندير ان شاء الله هاد جوج معالق ديال النشا وميزينا، هما اللي كيخليوها تعطيها واحد الهشاشه، هذا هو الاضافه الحصريه كتعطيها واحد تجي هشيشه، هاد جوج معالق ديال النشا كيرجعوها تكون هشيشه، تجيكمش نهائيا قاسحه. كنخوض انا تقريبا ما تطيحش معايا بزاف ديال الوقت، الو دغيا كطيب شويه مشى كيتقل لينا البيض مع كبار، نضيف كذلك جوج خميرات في كاس الذرة، جوج خميرات هنايا عندي، نضيف الثانية، نخلط ونبدا نضيف الطحين الخاص بالحلويات، نضيف الطحين هنا عندي مغرب الطحين، نضيف نجمع العيش تدريجيا وانا كنجمع، اوبس وانا كنجمع بهذه الطريقه، تجمع العجين ونرجع معكم ان شاء الله. هنايا من بعد ما جمعنا العجين هذا هو الشكل ديالها، من بعد ما جمعناها شتو كتجي رطبه كتجيش نهائيا كتلاصق في اليدين، ضروري الا جات انها كتلاصق في اليدين يعني خصكم تزيدوا شويه ديال الطحين. دابا غناخذ ان شاء الله الكرات ديالي هكا غنديرهم صغيورين، يعني غنلصق وحده على وحده، وما تنساوش ان دايرين فيهم جوج خمارات يعني غير يضاعف الحجم ديالهم. شوف بحال هذا الشكل، غنحطو نيشان ورق ديال الطبخ، نبقى على طريقه تنكملهم ونرجع معكم ان شاء الله. دابا ضروري الفران يكون سخون، ندخلوهم يطيبو شويه من التحت، يعني يطيبو مزيان من التحت ويذهب شويه اللون ديالهم، يعني ما يتحمروش بزاف، نقول ان شاء الله باش نشوفو واش غنزينوهم. بعدهم شويه بالطاقه، كلش
شويه ديال التباعد وندخلهم الفران يطيبوا. رجع معكم ان شاء الله من بعد. وكما كتشوفوا معنا هنايا من بعد ما دازوا دازت تقريبا 15 دقيقه حتى 20 دقيقه، هذا هو الوقت ديالهم فاش كيطيبوا. كنخليهم يطيبوا مزيان من الاسفل ونحسوا بهم انهم طابوا، ونطلعهم شويه يتحمروا، ما يتحمروش بزاف لاننا باقي غنزينهم ان شاء الله. تيجي الشكل هو هذا ديالهم، الشوكيتين تفخوا معنا، من الاحسن نزيدوا صغرهم الا بغيتوا تجيكم صغيره. وتبارك الله هذه هي الكميه الاولى، يعني اللاطه الاولى، وباقي اللاطه الثانيه عندي في الفرن. هنايا كنحتاج هنايا المربى ديال المشمش، وزدت عليه جوج معالق ديال الماء الزهر، وغنديرهم شويه فوق النار حتى يدفاو ونرجع معكم. هنايا من بعد ما دفى لينا داك الماء الزهر جوج معالق كما قلت لكم مع الكوفيتير ديال المشمش، غادي ناخذ الحلوه ديالي غنحاول انني نديرها، يعني نفندها في هذاك الكونفيتور وتشربوا مزيان. نحاول انني ندور هكا بالمعلقه باش تشرب لنا داك الكونفيتور مزيان، خليوه غير يدفى ماشي حتى يسخن بزاف، غير يدفى لكم وينسجم لكم مع داك الماء الزهر. كاضافه يمكن لكم تضيفوا كاس ديال عصير البرتقال، حتى هو كيجي رائع مع هذا الكونفيتور الا بغيتو. ما بغيتوش غتكتفيو بحالي كما درت انايا هنايا، اكتفيت غير بالكونفيتور صافي. وحاولت انني نفندهم مزيان، حاولوا انهم يشربوا ليا هذاك الكونفيتور. غندوزهم في الكوك، هنايا كنحتاجو الكوك، من الاحسن يكون نوعيه جيده ويكون ميدم باش تجيكم الحلوه رائعه وتجيكم لذيذه وتجيكم مختلفه. وهي كل ما كانت تجلس، يعني كتجلس واحد المده، كل ما كترطب وكتجي هشيشه، وهي راه كتجي هشيشه وكتجي رائعه. كنلصقهم بهذه الطريقه وكنفندهم في الكوك. يمكن لكم ديروا غير وحده وتفندوها في الكوك ماشي مشكل، انا بغيت نلصقهم كما قلت لكم، انا بغيت ندير الطريقه التقليديه القديمه. وغادي نبقى على هذا الشكل ان شاء الله، تنكمل الكميه كامله اللي عندي، يعني راه الطريقه واضحه ومبينها الفيديو. كناخذوا وحده كنلصقوا على الاخرى وكنفندهم في الكوك. والكوك كما قلت من الاحسن يكون نوعيه جيده، كيكون داك الكوك الميتم كتجي الحلوه رائعه وهشيشه ولذيذه، وما حتى كما قلت ما حتى كتجلس يعني واحد المده وهي كتزيد ترطب وكتزيد تهشاش اكثر واكثر. نتمنى ان الفيديو يكون واضح لكم، الطريقه واضحه وراه ساهله كتجي بنينه. اذا غنبقى انا على الطريقه تنكمل الكميه اللي عندي. كما قلت هذه هي اللاطه الاولى، مازال اللاطه الثانيه باقا عندي في الفرن. نبقى على الطريقه تنكمل الكميه اللي عندي ونرجع ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا ديال ريش بوند، او الحلوه الشهيره ديال الكوك والكونفيتور. كتجي رائعه ولذيذه، تنتمنى انكم تجربوها. وبشر مبروكه وعيد مبارك سعيد، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.